في القبر تتوالى المفاجآت، فلا يكاد العبد يفيق من داهية إلا وتأتي أخرى على أثرها، فهو ما زال في رعب وخوف من منظر الملكين في القبر، إذ يسألانه بصوت كالرعد ينخلع معه القلب ويطير منه العقل، يسألانه سؤالا محددا واضحا صريحا لا لبس فيه، والسؤال يحتاج إلى إجابة فورية. فماذا عن سؤال الملكين ورؤية العبد مكانه في الجنة أو في النار؟ نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله، فتابعوا معنا. في امتحان القبر يسأل العبد عن ثلاثة أسئلة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن وتعرضه للفتنة في القبر، فقال صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الميت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن يساره، وكل فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. فيؤتى من رجليه فيقول فعل الخيرات: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب. فيقال: أخبرنا عما نسألك. فيقول: دعني حتى أصلي. فيقال له: إنك ستفعل، فأخبرنا عما نسألك. فيقول: وعما تسألونني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ماذا تقول فيه وما تشهد عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: نعم. فيقول: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له، ويفتح له باب إلى الجنة. فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا، ثم تجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير خضر يعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ من التراب. وذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله،
وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا والعياذ بالله، فيقول حينما يسألانه: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد الكافر أو الفاجر: ويأتيه ملكان شديدا الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقولان: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، وفي رواية: فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. ويتضح مما سبق مشاهدين أن هناك 3 أسئلة محددة سيسأل عنها العبد في قبره، وهذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة فورية صحيحة وواضحة. فهيا نستعد لهذه الأسئلة من الآن، فإنه لا يجيب عنها إلا من عاش لها وعليها، فعرف ربه عز وجل، وعاش لدينه الحنيف، واتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا وأعنا لذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما فتنة القبر فبي يفتنون، وعني يسألون. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له: ما كنت تقول؟ فيقول: لا أدري. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فيفرج له فرجة من قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال: هذا مقعدك منها، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يعذب. فهيا من الآن نستعد لهذه الأسئلة حتى نستطيع أن نجيب عنها غدا بمشيئة الله عز وجل وكرمه ورحمته. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.